أخي حكيم وأخي الهواري، يعني عندما قامت مصر بالمساهمة في مناورات عسكرية مع البوليساريو والجزائر، لم يطلب من مصر تفسيرات حول مساهمتها، لأن الموقف المصري معروف عند المغاربة. وكذلك في 2023 نعم كانت هناك مناورات بمشاركة القيادة العسكرية المصرية مع البوليساريو، فلم يطلب المغاربة أي تفسير ولم يحتجوا على الموضوع. ضيفي يقول إن المغرب لم يطلب من القاهرة أي تفسير عندما تم تنفيذ مناورات مشتركة مع جبهة البوليساريو. لا، هو الأخ كان بيتكلم على مناورات مع الجزائر مش جبهة البوليساريو. كان هناك حضور لمسؤولين من جبهة عسكريين من جبهة البوليساريو آنذاك. أيضا السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أصدقائي على قناتنا وقناتكم إم بي توك. أصدقاء، باش ما نطولوش بزاف غادي نعطيكم العنوان ديال حلقة اليوم، وقبل ما نعطيكم العنوان ديال حلقة اليوم فغادي نوريكم واحد الخبر، غادي نعطيكم نبذة منه عن اللقاء اللي جمع بين مصر والجزائر والبوليساريو وليبيا، ومن ثم غادي ندوزوا الفيديو ان شاء الله، لان يعني المحلل المصري قال باللي ان يعني المغرب ما خصو يعطي تفسير لمصر، لكن المغرب ما قالش لمصر عطينا تفسير ملي دار اجتماع عسكري مع الجزائر وليبيا والبوليساريو وفي الجزائر. يعني مصر عندما حضرت الاجتماع هذا فالمغرب ما طلبش منهم يعني يعطيهم تفسير او شي حاجه من هذا القبيل هذا. وهنا في هذا الخبر هذا على جريده العربي اللي هي جريده قطريه وعلى قناه قطريه، هنا كيقول الخبر في 2023 اجتماع رباعي في الجزائر، اول لقاء عسكري يجمع ليبيا ومصر مع جبهه البوليساريو، اجتماع قادة عسكريون من 3 دول عربية هي الجزائر ومصر وليبيا، إضافة إلى قائد عسكري في جبهة البوليساريو أمس السبت في العاصمة الجزائرية، يعني في 2023 مايو يوم 7 مايو، يعني شهر 5 نهار 7. هذا هو الخبر. ومع على جريدة العربي كان هذا الخبر هذا يعني تداول، لكن المغرب ما قالش لمصر علاش جمعتو او شي حاجه من هذا القبيل هذا او سالهم. هذا الخبر هذا جبته لكم لانه كاين في الحوار وتكلم عليه يعني المحلل المغربي، وقال للمحلل المصري علاش المغرب ما دواش معكم وما قالش لكم يعني يعطيونا توضيح او شي حاجه من هذا القبيل هذا، لكن انت يعني على البلاط تقول لينا يعني خاص المغرب يوضح لي مصر، واخا يعني مصر رسميا ما قالت للمغرب حتى شي حاجه لانها عارفه ان يعني المغرب ما غاديش يدير شي تحركات ضد مصر او ضد المصالح المصريه يعني في المنطقه. المهم الاصدقاء باش ما نطولوش بزاف، العنوان ديال الفيديو ديال اليوم اللي كيقول هل يقلق التعاون العسكري المغربي الاثيوبي مصر. ما نطولوش بزاف ندوزو التفاصيل. وجه فيها نتوقف عند اتفاق المغرب وأثيوبيا على تعزيز التعاون العسكري بينهما في ظل ما اعتبرته أوساط غير رسمية مصرية تقاربا على حساب المصالح القومية للقاهرة التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توترا على خلفية أزمة سد النهضة الذي تشيده أثيوبيا على النيل الأزرق الرافد الأساسي لنهر النيل. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير المغربي في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. مرحبا كل الترحيب، ورحبا وأنت بضيفي في الجانب المقابل عبر الأقمار الصناعية من القاهرة السيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي، والذي سيلتحق بنا خلال لحظات فقط من العاصمة المصرية. تقارب إذن عسكري أثيوبي مغربي يأتي في خضم استقبال الرباط مؤخرا لرئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الأثيوبية، والذي قام بزيارة رسمية من عدة بضعة أيام إلى المملكة على رأس وفد هام
كللت باتفاق الجانبين على تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى. وسؤال: لماذا هذا التعاون؟ ما الهدف منه؟ وهل يأتي على حساب المصالح المصرية كما تقول بعض الأوساط غير الرسمية؟ أطرح عليك السؤال أولا دكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير المغربي في الشؤون السياسية والاستراتيجية، مرحبا بك من جديد. شكرا أخي حكيم على الاستضافة، وتحية لجمهور 24 فرانس 24 في ربوع الوطن العربي، وتحية لأخي ياسر الهواري في القاهرة. أعتقد أن التعاون العسكري المغربي الإثيوبي هو تعاون عادي بين بلدين محوريين مستقلين ذات لهم سيادتهما، وأن هذا التعاون العسكري ليس له أي بعد سياسي وغير موجه ضد لا السودان ولا ضد مصر الشقيقة، وأن الذباب الإلكتروني حاول تضخيم هذا التعاون العسكري وإعطائه بعدا سياسيا لنشر الكراهية والفتنة بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي. فهذا التعاون العسكري ليس له أي بعد كما قلت سياسي واستراتيجي، بل أتى لأن دولتين يحاربان من جهة الانفصال، فأثيوبيا كدولة مهمة في القرن الإفريقي تحارب كثير من تنظيمات الانفصالية كجماعة تيغري وكذلك الإرهاب، فالمغرب كذلك له مشكل مع تنظيم ميليشيا البوليساريو التي هي مدعومة من طرف دولة جارة تحاول الانفصال على المغرب. فالإرهاب والانفصال وليس لهم أي بعد هذا التعاون، وتبادل الخبرات في ميدان الصحة العسكرية، في المناورات المشتركة، في الكثير، فهما دولتان يسعيان لإسكات البندقية في إفريقيا بصفة عامة. طيب دكتور، حتى أوفي ضيفي حقه في الجانب المقابل والذي التحق بنا من جديد، ورحب بضيفي عبر الأقمار الصناعي من القاهرة سيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي ضيفي في الاستوديو، كان رحب بك أيضا. لسعودي كنت تابعت ما ذهب إليه، يقول أن التعاون العسكري بين المغرب وأثيوبيا تعاون عادي بين بلدين محوريين، هذا التعاون ليس له أي بعد سياسي، ليس موجها ضد مصر وليس موجها ولا ضد السودان، يحمل المسؤولية لما وصفه بالذباب الإلكتروني، يقول أنه حاول تضخيم الأمور لنشر الفتنة بين البلدين، وهذا التعاون جاء لأن الدولتين تحاربان الانفصال والإرهاب وفق تعبير. هذا التقارب من وجهة نظرك العسكري المغربي، هل هو مدعاة قلق؟ هل هو مدعاة انزعاج؟ هل هو مدعاة عدم فهم لدى مصر سيد ياسر الهواري الكاتب السياسي، أم أن الأمر فعلا لا يتجاوز بعض الحسابات الإلكترونية التي توصف بأنها تصطاد في الماء العكر؟ مرحبا من جديد. أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك وأهلا بالمشاهدين. هو الحقيقة أنه لا، يعني محتاجين الأول تفسير من الدولة المغربية أنه في هذه اللحظة الجانب الأثيوبي داخل في صدام مع مصر حول أزمة سد النهضة وكيفية التعامل مع حصة مصر التاريخية من مياه النيل، والمسألة قد تؤدي، أنا لا أتمنى، ولكن قد تؤدي إلى نزاع مسلح ما بين مصر وما بين أثيوبيا. في اللحظة دي لم نكن ننتظر أبدا من دولة شقيقة تربطنا بها علاقة قوية جدا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي، علاقة أكثر من طيبة لم تشوبها شائبة أبدا في أي وقت من الأوقات، يمكن من الدول القليلة اللي المصريين بيكنوا احترام ومحبة شديدة جدا للشعب المغربي، والقيادة السياسية على الجانبين طول الوقت زي ما بنقول كده بالمصري سمنة على عسل. فإنه يبقى في اللحظة دي الأمور قد تتطور إلى مرحلة نزاع مسلح مع إثيوبيا، ونلاقي إنه في تقارب عسكري ما بين المغرب وإثيوبيا، من حقنا ان احنا نتساءل هل إثيوبيا هي الدولة الوحيدة اللي ممكن تفيد المغرب بشكل عسكري؟ هل إثيوبيا دولة متقدمة الى هذا الحد حتى نقدر نقول ان احنا المغرب هتستفيد منها من خبراتها الطويلة في المجال العسكري؟ الحقيقة لا. فالحقيقة انه لا، محتاجين تفسير هو ليه في اللحظة دي وليه التقارب ده
وايه هي الاستفاده اللي هتستفيدها الدوله المغربيه من ده؟ انا افهم الاستفاده اللي هتستفيدها اثيوبي من ده انه شق الصف العربي، وانه يعني المساله في الاخر المغرب ومصر دول عربيه اعضاء في جامعه الدول العربيه، فهي بتعمل نوع من الفتنه ما بين الدول العربيه وبعضها، فما يبقاش في موقف موحد من التعنت الاثيوبي. لكن ايه بقى اللي هتستفيده من المغرب؟ ده اللي انا منتظر اسمعه من ضيفك. نحتاج تفسيرا يقول ضيفي من الدوله المغربيه، لماذا ما الحاجه لذلك؟ والمستفيد يقول لك ستكون أثيوبيا. نعم، جوابا على يعني تساؤلات الأخ الهواري، أعتقد أن مصر الرسمية لم تثير أي ضجة ولم تعلن أي موقف من هذا التقارب العسكري المغربي المصري، لأن المصريين الزعماء في مصر يعلمون جيدا موقف المغرب من قضية النزاع لإثيوبيا المصري حول سد النهضة، فالمغرب يقف موقفا محايدا في هذا الموضوع، بل عرض حسب معلومات يعني وساطة بين إثيوبيا ومصر. فالمغرب كذلك أخي حكيم وأخي الهواري، يعني عندما قامت مصر بالمساهمة في مناورات عسكرية مع البوليساريو والجزائر، لم يطلب من مصر تفسيرات حول مساهمتها، لأن الموقف المصري معروف عند المغاربة. وكذلك في 2023 نعم كانت هناك مناورات بمشاركة القيادة العسكرية المصرية مع البوليساريو، فلم يطلب المغاربة أي تفسير وأي يعني أي، ولم يحتجوا على الموضوع. أقول بأن هذا الزوبعة في الفنجان هي صنعت في مخابر مخابراتية للدباب الإلكتروني لتضخيم الموضوع ونشر الفتنة بين الإخوة في مصر وإخوانهم في المغرب الذين يكنون لهم كل المحبة، فهم يريدون أن يحل النزاع الإثيوبي المصري السوداني حول سد النهضة بطرق سلمية. فنحن لا يمكن أن نسجل على بعضنا في الوقت الذي لنا إرادة للصلح بين إثيوبيا الدولة المحورية 100 مليون نسمة، وكذلك مصر دولة أساسية في الوطن العربي ولها يعني دعم كبير من المغرب في جميع مواقفها. طيب. ولهذا مصر الرسمية لم تثير أي موضوع، الدباب الإلكتروني هو الذي ضخم، ونعلم طيب. جيدا مصدر هذا التضخيم طيب. وهذا الدعاية وهذا طيب. التضليل. طيب أعود إلى ضيفي من القاهرة السيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي. الخبراء يقولون أن هذا التقارب الأثيوبي المغربي فضلا عن أنه قرار سيادي مغربي لا يستهدف القاهرة أبدا ولن يكون على حسابها، بل هو قرار وصف بأنه براغماتي واضح المعالم، يندرج في إطار الدبلوماسية العسكرية التي تنهجها المملكة لتعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية. ضف إلى ذلك أن ضيفي يقول أن المغرب لم يطلب من القاهرة أي تفسير عندما تم تنفيذ مناورات مشتركة مع جبهة البوليساريو. هل أرضاك رد ضيفي على تساؤلك سيد ياسر الهواري الكاتب والسياسي، وما ردك على ذلك؟ لا، هو الأخ كان بيتكلم على مناورات مع الجزائر مش جبهة البوليساريو. كان هناك حضور لمسؤولين من جبهة عسكريين من جبهة البوليساريو آنذاك في 2023. حضور على الأقل المعلومات التي لدي أنه كان هناك اجتماع على الأقل كان فيه. أنا ما أقدرش أقول. طيب. لا، المناورات كانت مع الجزائر. الجزائر دولة تربطها بمصر علاقات طويلة جدا. الجزائر ده عضو في جامعة الدول العربية. الجزائر ليها علاقات مع مصر، علاقات تاريخية من أيام يعني حرب تحرير الجزائر في الخمسينات، وقت الرئيس جمال عبد الناصر، ويعني ما قبل حتى الاستقلال. فالحقيقة لا، يعني أنا آسف المقاربة، يعني لا أعتقد أنها
مقاربة صحيحة، لأنه في النهاية المغرب والجزائر وتونس وجميع بلدان الوطن العربي هم في النهاية بالنسبة لمصر إخوة وأشقاء. ويعني وأنا بالمناسبة حتى هذه اللحظة أنا بقول أنه يعني على الجانب الشعبي ننتظر تفسير من الدولة المغربية، ولكن الحقيقة أن العلاقة مع المغرب يعني زي ما حضرتك تفضلت كده أن الجانب الرسمي لم يصر أي يعني مسألة إعلامية حتى لا يكون يعني هناك يعني فتنة ما بين الشعبين، وأعتقد أنه الحكومات بتتكلم مع بعض. لكن أنا هنا بتكلم من منطلق يا أخي الكريم، من منطلق العتاب بأعطاب الأصدقاء والأحباء. إحنا هنا بنتكلم على دولة يعني إحنا داخلين معاه في صدام على الوجود. إحنا هنا مش بنتكلم حتى على صراع حدودي ولا يعني أزمة ما بين دولتين على ملف ما، لا، إحنا بنتكلم على أزمة وجود. نهر النيل بالنسبة لمصر والسودان هم مشروعين الحياة للمصريين والسودانيين جميعا. فلما يبقى في دولة بتقيم مشروعات مائية بهدف حرمان الشعبين من مصدر حياتهم، ما اقدرش انا هنا اقول انه التقارب العسكري مع هذه الدوله لا يمثل اي شيء بالنسبه للشعبين، لا، لازم يبقى في يعني تساؤلات. طب ماذا لو تطور الامر؟ هنا سؤالي بقى للاخ المغربي الصديق، يعني ماذا لو تطور الامر الى نزاع مسلح ما بين مصر وما بين اثيوبيا؟ الى اي جانب ستنحاز المغرب؟ هل ستنحاز المغرب الى الجانب الاثيوبي بحكم التفاهمات العسكريه، ولا هل هتقف على الحياد ما بينها ما بين مصر بما تمثله الأمة العربية بالكامل كما تمثل المغرب الأمة العربية بالكامل كما تمثل ليبيا بالأمة العربية كما تمثل المملكة العربية الأمة العربية؟ يعني يعني هل هتقف المغرب هنا على الحياد وتقف تتفرج، ولا هتنحاز للجانب الاثيوبي بحكم التفاهمات العسكريه؟ واضيف اليه ماذا لو ده حدث؟ ده سؤال. واضيف اليه سؤال اخر، ما الذي يمكن للمغرب ان يقدمه عسكريا لاثيوبيا؟ هذا الاول، واضافه الى السؤال الذي ذهب اليه ضيفي، ماذا اذا ما توترت الامور عسكريا وهذا ما لا يرجوه احد بين البلدين؟ اين سيصطف المغرب؟ اولا علينا ان نضبط المصطلحات. التعاون العسكري يعني في قطاعات معينه، الصحه العسكريه، التكوينات، المناورات، تبادل الخبرات، ليس تحالف، ليس تزويدا بالسلاح، ليس دفاع مشترك بين إثيوبيا والمغرب. هذا تعاون قطاعي في قطاع العسكر، هناك تبادل معين في مجالات عسكرية معينة، فهو ليس تحالف عسكري ضد أي دولة. المغرب أعلن منذ زمان حياده في نزاع الإثيوبي المصري السوداني. المغرب الأخ يحاول أن يجنب حضور العسكريين المصريين في مناورات البوليساريو والجزائر وتونس كذلك، وحكومة دبيبة في ليبيا، ولكن البوليساريو كانت حاضرة، وهذا ثابت فقها وقضاء وجميع وسائل الإعلام. ويمكن لأخي الهواري ياسر أن يراجع جميع المعلومات فيما يخص هذه المناورات العسكرية التي شاركت فيها القيادة العسكرية المصرية في الجزائر. فهذا نحن لا نكذب على الإخوان في مصر ولا نتهمهم، ولكن المغرب لم يحتج ولا سجل الموضوع ولم يحتج على الإخوان في مصر. هل ثم ترابط ما بين هذا التقارب اليوم وما حدث قبل سنة أو العام الماضي؟ لا أعتقد، الموقف المصري هو مع مغربية الصحراء المغربية لحد الآن، يعني ليس هناك تغيير في الموقف المصري مما يخص مغربية الصحراء. فالحضور العسكري مع البوليساريو في الجزائر هو أعتقد سيناريو طبخ في ظلام من طرف الأجهزة العسكرية الجزائرية لتوريط مصر في هذا المستنقع. أما قضيت فهذا ليس تحالف، هذا تعاون عسكري قطاعي في مجالات عسكرية معينة. وهذه اتهامات ينفيها الجانب الجزائري والمصادر الجزائرية جملة وتفصيلا. سأسمحك أن أعود إلى ضيفي، ثمة إشارة لهذا
هذا الاجتماع سيف ضيفي أنها مناورات لمساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 2023 مع قيادات عسكرية أقليمية من بينها مسؤول عسكري في جبهة البوليساريو. إن كان بالإمكان أن ترد على ذلك، هل هذا القرار تقرب اليوم يأتي ردا على ذلك؟ وألا يمكن رؤية هذه الخطوة الاستراتيجية المغربية كما توصف اليوم ليس من منظار تهديد الأمن القومي المصري، وبأنك وصفت الأمر بأنه صراع وجود، هذا صراع الأمن المائي، ولكن من منظار التعبئة القوية التي يقوم بها المغرب اليوم لحشد الدعم في قضية الصحراء الغربية ولمقترحه للحكم الذاتي الذي بدأ يلاقي دعما دوليا أكثر فأكثر. سيد هواري، طيب أنا يعني أنا أخشى ما أخشى أنه الحديث اللي قاله الأخ صديقك يعني صديقنا الضيف المغربي دكتور مكاوي، أنا أخشى أنه يفهم منه دكتور مكاوي، أنا آسف والله ما يعني كنت سامع مكاوي عبد الرحمن، لا ضير لا ضير، تمام. يعني أنا أخشى أنه يتفهم منه أنه التقارب المغربي الإثيوبي ردا على هذا الذي تقول انه يعني مشاركه لعناصر من جبهه البوليساريو في امارات مصر والجزائر، لا تقول لي ما قلت، انا اخشى ان ده اللي يتفهم والله يعني. لا لا انا بقول انا اخشى ان هذا ان هذا فهم خاطئ، يقول لك لا رابط بينهما، لا رابط لا علاقه بينهما، انا يعني هو فقط من باب المقارنه اثارها حين تحدث عن المغرب الذي لم يطلب توضيحات من مصر، من باب المقارنه لا يعني لا غير ما يعني انا اظن ان هذه المقارنه في هذا السياق يعني قد يفهم منها انه المساله كده، وانا اثق يعني ان المسائل ما بين الدولتين اكبر واعمق من نعم. انها تروح بالشكل ده، لانه في النهايه انت حاسبني على الموقف الرسمي المصري من القضيه المغربيه، يعني فالموقف الرسمي واضح جدا، موقف الرسمي المصري واضح جدا، هو دعم للمغرب على كل الاحوال، واحنا دعم المغرب في كل حاجه حتى في ماتشات الكوره، يعني مش بس حتى في القضايا المهمه يعني. نعم. المغرب يعني لما بتلعب ماتش كوره المصريين بيشجعوا كانه منتخب مصر اللي بيلعب سواء في كاس العالم او في غيره، وبنفرح وبننبسط واحنا يعني وان شاء الله تصل العلاقات كما هي، لكن انا بقول لك انه في اللحظه دي في حاله احتقان شعبي شديد جدا على اثيوبيا، لانه نتيجه موقفها المتعنت رغم الصبر المصري الشديد 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 على المفاوضات مع اثيوبيا بالطريقه اللي ادار بيها ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي المفاوضات. أي هل يمكن فهم الامر من منظار او منظور الموقف المغربي بشان الصحراء الغربيه؟ هل الجانب المصري ربما يتفهم هذا الامر؟ كنت قد سألتك يعني هل يمكن تفهم الأمر من منظور الجهود والحشد والتعبئة التي يقوم بها المغرب في قضية الصحراء الغربية ولمقترحه للحكم الذاتي، هل يمكن الجانب المصري أن يتفهم هذا التقارب المغربي الأثيوبي من هذه الزاوية؟ انا ماليش علاقه طبعا بالموقف الرسمي، لانه في الاخر انا يعني مش جزء من السلطه، لكن انا بتكلم هنا على الموقف الشعبي المصري على جانب السياسيين، على جانب يعني الجانب الشعبي، انه الحقيقه لا المساله انا مش قادر اتفهمها، لانه اثيوبيا بلد بعيده جدا لا تربطها اي حدود مشتركه مع المغرب، اثيوبيا ليست دوله متقدمه لا عسكريا ولا غير عسكريا، حتى يمكن ان احنا نقول يعني او هم هيستفيدوا من الخبرات الطويله جدا المتراكمه عند الاثيوبيين، ولكن انا في اللحظه دي ما اقدرش افصل الغضب الشعب المصري على اثيوبيا بانه دوله صديقه تربطنا بها كل هذا الكم من العلاقات بتتقارب معها بشكل عسكري. طيب كلمه الختام من الاخوه في المغرب ان هم يتفهموا هذا الغضب. طيب سيد عبد الرحمن المكاوي كلمه الختام اختم معك في دقيقه ونصف. أخي الهواري ياسر، اعتقد ان بعض الرأي العام المصري وقع في فخ الذباب الالكتروني الممول من دون ذكر أطراف لأنه ليس لدي طرف يدفع عن هذا الطرف أو ذاك الأطراف. طيب. تعرف نفسها. طيب. طيب. والتي استثمرت ملايين الدولارات في هذا. طيب. الموضوع وتنفي عن نفسها ذاك. فأخي ياسر. طيب. الاحتقان ينبغي أن نشرحه في هذا الاتجاه،
من خلق هذه الزوبعة ومن وهل هو أبعاد متصلة بقضية الصحراء الغربية؟ حتى أختم معك باختصار شديد. ولها علاقة بالصحراء المغربية. هل يعني تم ترغب في سحب إثيوبيا يعني لاعترافها بالبوليساريو؟ الحجرة في حذاء المغرب دائما. هو استغلوا هذا التقارب العسكري القطاعي بين دولتين محوريتين في إفريقيا لنفخ أخطاء وأخطاء وهرطقات في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب الوقت انتهى. لنشر الفوضى ونشر الكذب ونشر الكراهية والفتنة بين شعبين أخويين شقيقين متضامنين سواء. هل الهدف سحب إثيوبيا اعترافها بجبهة البوليساريو باختصار شديد؟ انتهى الوقت. نعم إثيوبيا يعني متجهة إلى الاعتراف بمغربية الصحراء. هذا مسألة لا ريب فيها. سوف تأتي مع زيارة السيد أحمد أبي الوزير الأول إلى المغرب المقررة. لم تأخذ الوقت لإعلانها بعد. ولكن إثيوبيا مواجهة بينها وبين جبهة تحرير تيغري والمغرب كذلك. أشكركم. في مواجهة مع البوليساريو. كل شكر. انتهى الوقت. أشكركم جزيل الشكر. أسف لضيق الوقت. في الأستوديو الدكتور عبد الرحمن المكاوي الخبير المغربي في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك. كل شكر جزيل لك أيضا من القاهرة. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم. فما العادة دائما خليكم على قناتنا وقناتكم إم بي توب باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغربنا الحبيب من أخبار وتحليلات ونقاشات. تلقاو في فيديو قادم. السلام عليكم.